ازيكم يا شباب، ورب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنتكلم عن مشكلة كبيرة جدا بتواجه بعض الناس او بتواجه اغلبكم عامة. المشكلة دي وهي ان الزيادة في الذاكرة التخزين او مكان التخزين بيزداد لوحده. طيب المشكلة دي بتيجي منين وايه اسباب الزيادة دي؟ واحنا جربنا تطبيقات كتيرة وعملنا ملفات كتيرة ومسحنا وبرضو الزيادة دي بترجع تاني. هل المساحة دي وهمية ولا هل المساحة دي مثلا بتكون حاجة غلط؟ هقولك بكل بساطة سبب ان المساحة والزيادة دي حصلت عندي التحديثات اللي بتنزل على جهازك الاندرويد. طيب بكل بساطة هشرح شوية نقاط وهقولك حلها في اخر الفيديو، فانت لازم تكون برضو عارف ايه المشاكل اللي بتسبب زيادة التخزين الداخلي لدى اجهزة سامسونج او اي جهاز عامة اذا كان من سامسونج او كان من اي شركة معينة. لان عامة المساحة اللي بتحصل هنا او التخزين اللي بيزيد بيكون عبارة عن تحديثات نزلت على الجهاز. مثال لذلك دلوقتي انا كنت One UI 4.0، يعني ال One UI 4.0. اللي حصل من بعد التحديث ومن بعد ما عملت تحديث البرامج، عملت تحديث للنظام، اصبح النظام حاليا عند التحديث بتاعه يعني حوالي 1 جيجا و800 ميجا، وحدثت كل حاجة تمام، ولكن لاحظت زيادة في التخزين اللي عندي. لاحظت ان التخزين عندي زاد واصبح المتوفر عندي 35 جيجا، مع ان هي نفس المساحة وهم التطبيقات، ولكن اصبح الجهاز ممتلئ بشكل غريب. طيب هل المشكلة دي بسبب التحديثات؟ هقول لك برضو بسبب التحديثات بتاعت جوجل بلاي. دلوقتي عاوز اعرف الحل، لان انا زهقت اصلا وكل شوية امسح في التطبيقات وامسح في حاجات وبرضو ذاكرة التخزين هي. الحل الاول والاخير اللي انا دايما بقوله في قناتي هو انك تعمل اعادة ضبط مصنع لجهازك. اعادة ضبط المصنع للجهاز بتكون بطريقتين، مش طريقة واحدة، بتكون طريقتين. الطريقة الاولى وهي ضبط المصنع عبر جهاز السامسونج، يعني انك بتخش كده على الاعدادات وبعد كده بتدور على حاجة الحسابات والنسخ الاحتياطي، وبتلاقي حاجة اسمها هنا اعادة ضبط مصنع، وبتعمل اعادة ضبط مصنع او اعادة تعيين ضبط المصنع، وبيقول لك هنا هيمسح كل بياناتك الموجودة في الجهاز. طيب الطريقة التانية يا هشام، هل في طريقة تانية اصلا؟ في طريقة تانية، وهي عبر ضبط المصنع الخارجي، انك بيكون جهازك مقفول وانك تعمل له ضبط مصنع وتمسح الكاش اللي في الجهاز وتمسح كل حاجة، ولكن الطريقة دي بتتطلب ان يكون عندك لابتوب او جهاز كمبيوتر يكون عندك، والطريقة هوريها لكم دلوقتي في الفيديو. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبك الفيديو كده متنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، ومتنساش تبص على القناة. والسلام.